هذا الرأي الذي يقول إن ما بين السجدتين محل للدعاء مطلقا من غير تحديد ويستدل ببعض الآثار، هذا الرأي به نظر. أولا قول أم سلمة أنها كانت تقول اللهم اغفر وارحم واهد السبيل الأقوم هو مذكور في مصنف ابن أبي شيبة من أنها تقول ذلك بين السجدتين أو بين الركعتين، وورد أنها تقول ذلك كما عند ابن أبي شيبة إذا تعارت من الليل، وجاء عند عبد الرزاق أنها كانت تقول ذلك في سجودها وصلاتها، بل جاء مرفوعا من طريقها عند أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون تحديد موضع لا في صلاة ولا في غيرها، لكنه ضعيف. ولذلك لما بوب ابن أبي شيبة وذكر الآثار عن علي ومكحول من أنهم قالوا مثل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين السجدتين، إذن يقتصر على ما ورد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن السجود، قال كما عند مسلم فأكثر فيه الدعاء، فدل على أن ما بين السجدتين لو كان محلا للدعاء لم يحدده صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأدعية، مع أنه كان يطيل بين السجدتين حتى يقال قد نسي، كيف وقد كان يكرر كما في حديث حذيفة بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. والأغرب والأعجب أيضا في هذا القول أو قول من يقول طاووس كان يقرأ بين السجدتين قرآنا كثيرا، فهذا من العجب، يعني كيف نجوز قراءة القرآن فيه لأثر وندع الوارد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأغرب من ذلك من يقول إن الدعاء الذي بين السجدتين لم يصح إلا قول رب اغفر لي فقط وما عداها فمعلولة لراو واحد ذكره، فهذا من الغرائب والعجائب، فلا بد لطالب العلم أن يحقق قبل أن يتحدث.